الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى المصنف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: باب الجنب يدخل المسجد. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال الإمام رحمه الله: باب الجنب يدخل المسجد. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: يمر الجنب في المسجد. قلت لعمرو: من أين تأخذ ذلك؟ قال: من قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، مسافرين لا يجدون ماء. وقال ذلك مجاهد أيضا. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن مجاهد مثله في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: مسافرون لا يجدون ماء. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيمر الجنب في المسجد؟ قال: نعم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن عمر بن حوشب قال: سمعت عطاء يقول: لا يدخل الجنب المسجد إلا أن يضطر ذلك. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري قال: لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدا يتيمم ويمر فيه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: اقرأ القرآن في كل حال ما لم تكن جنبا، وادخل المسجد على كل حال ما لم تكن جنبا. نعم، هنا هذه المسألة فيها آداب المساجد، وآداب المساجد فيها التعظيم والتوقير لله جل في علاه، ومنها ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم المسجد من تعظيم الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون: ومن الأدب إذا دخل المسجد أن يبتدئ بالصلاة دون السلام ولو امتلأ المسجد. وهذا الذي فعله الرجل مسيء الصلاة لصلاته، لم يبدأ النبي بالسلام، بل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ده صحيح سيدنا؟ ها؟ ده صحيح. إن هو المسألة يعني جائزة. الحق أن أنا أرى الجواز موجود. الأفضلية أن يصلي. الأفضلية يصلي أفضل. إذا هنا لا خلاص، شوف احنا بقى نتكلم، دخلت منحى اخر خلاص، انت حققت مقاصد الشريعه في هذا الباب. لكن ان دخلت وتعلم ان الناس يرتضون بما تفعل، فعليك ان تقدم الله اولا. لكن ان وردت يعني مفاسد وان الناس يحملونها على كبر او على غيرها، هذا امر اخر. لكن ان كنت تعلم انك في وسط طلبة العلم يفهمون ويفقهون ما تفعل انت بتقديم التعظيم والتوقير لمحل محل الله جل في علاه، فتفعل ذلك. فمن التعظيم هنا ألا يمكث فيه الجنب ولا الحائض، وهذه دلالة واضحة جدا على جهل من يتجرأ بقوة على المكوث في المسجد حال تكوني حائض، هجوم عجيب على المساجد. ولذلك لما تيجي تعرضهم حرب شعواء. وأنا قلت أنه طبعا الجهل قالوا أنت خالفت الإجماع في هذا الباب. فالحق أن هذه ليست من انتهاء نظرا، ليست من تعظيم الله جل فعلا. كيف امرأة متلبسة بالنجاسة تدخل إلى تجلس في المسجد؟ كيف؟ مش الدلالة على ذلك. وإن كان هذا منع الرجل العربي لما دخل وبال في نهاية المسجد، ماذا كان كاد يفعل الصحابة فيه؟ هو هذا، فقال: لا تزرموه. ثم قال له: المساجد لم تبنى لذلك. فهي متلبسة بنفس الباب عند نزول الحيض. مثلا الجنب لا يدخل المسجد لأن الله تعالى قال: إلا عابري سبيل، وهذا احتج به الشافعي: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقصد به إيش؟ محل الصلاة ومحل السجود. طيب، ولا جنبا إلا، لأنه مش ممكن، وش اللي خلانا جعلنا نقول ذلك؟ لا تقربوا الصلاة عن المساجد إلا عابري سبيل. عابري، وفي حد بيجري وبيصلي؟ في حد بيجري وبيصلي؟
مين انا؟ بس شوف شوف يريد يتهمني. انا امشي وانا اصلي، لكن اول امس وقفت ثلاثة اخوة وكل واحد شيخ معمل، فانا انا بعمل لهم كده مفيش، كبرت فبصوا لبعض فيه. خدت ايديهم خليتهم ورايا حتى اسرعت فسلمت، فقلت له انا اصلي النافلة. هو لو ادهيني خلاص، انا كنت عايز اسالك في الاصول، لبست عليا كل حاجة، هو هذا. لكن انا هادي ادم الحق انه يعني لا يمكن ان ترى عابر سبيل وهو يصلي. فكان المسألة هنا على محل السجود، محل الصلاة هو المساجد. انا اقول اجزم بان الجنوب لا يجوز ان يدخل المسجد، والحائض لا يجوز، هذا جزما، الا انه اشكل عليه في الجنوب وسأبينه. عمر بن الخطاب عندما دخل ابو موسى الاشعري، سأبين لكم دليل ينتزع انتزاع من حرمة دخول الجنوب المسجد، وده طبعا هيكون اشد حرمة للحائض. عمر بن الخطاب قال لأبي موسى الأشعري: هات من معك، أجنب هو؟ إيش اللي ما جعله يدخل معك المسجد؟ جنب؟ قال: لا، نصراني. قال: ولما تستخدمه؟ قال: ما وجدت من أتقى منه في إيش؟ فقال: استبدله. لما ذهب ورجع بعث له الرسالة إن ما وجدنا إيش؟ أتقى منه. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ شو الكلمة؟ مات النصراني. خلصت مسألة ده. مات خلاص، انتهى، مات النصراني. اذا تصرف، فهو لم سالوا عن الجنابه. لكن اشكل علي ثمامه بن اسال مربوط سيره المسجد ثلاث ايام، وهذا لا يبعد عن ايش؟ عن جنابه، لان غسله غير معتبر. هذا جزما انه كان على الجنابه، لان غسله غير ايش؟ غير معتبر شرعا، يعني غير معتبر شرعا، شرط الايمان عشان يعتبر صحيح ولا لا. وكان في المسجد، هذا الذي يرد عليه، لكن يجاب عنه ايش؟ ممتاز. ان هذه المساله ليست في النزاع، دي مساله لايه؟ لضروره او لحاجه، ولان عيون مقاصد الشريعه تحكمها. اراد النبي ان يرى اخلاق المسلمين فيتاثر، وتاثر. في اليوم الثالث قال كل، في اليوم الاول ماذا قال؟ ان تقتل ذا دم، انا بحذركم. اخر في اليوم الثالث بقى عمل ايه؟ ارجاها. قال: امتنع على شكر. وجاب اخر حاجه: ان تقتل ذا دم. فلما حلوا ماذا حدث؟ ذهب فاغتسل فدخل، رضي الله عنه وارضاه. مفهوم؟ فالذي يرد ينتهي، ينتزع حرمه دخول الجنب المسجد من حديث ابي هريره وحديث حذيفه. تعرفونه؟ نعم. ابو هريره لا انخنس، قال: فرايت الرسول فانخنست. قال: ما بك يا ابو هريره؟ اين كنت؟ قال: كنت جنبا فاستحيت ان اجلس. شوف، تعظيما لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجلس الله ايش يكون؟ ينتزع من ذلك في هذا الباب. فنقول انه لا يجوز، اذا من باب اولى لا يجوز الحائض ان تجلس في المسجد. نعم. وهنا قال: الا عابري سبيل، قال: لا يجدون ماء. وقال ذلك مجاهد. مش ممكن يا سيدنا حد يرد في، شوف، ولا يجدون ماء يعني ايش؟ يعني مع ذلك انه يجب على الاغتسال، فلما لم يجد كانت الضرورة أنه عبر. ممكن حد يرد أن جمع صلى الله في الحديث سبحان الله الماء النوم لا يجوز، وش فيها؟ ما لا يجوز أن عقيدته طاهرة، هو طاهر لكن متلبس بالنجاسة. يعني المؤمن لا ينجس وعنده سلس بول، هذه نجاسة ولا مش نجاسة؟ نجاسة. طب وإيش هتفعل فيها؟ فاهم؟ الشيخ الجنابة ليست نجاسة. إيه؟ الجنابة ليست نجاسة. أنا والجنابة ليست نجاسة، لكن الجنابة حدث يمنع من التعظيم والتوقير، بس لأنه لما كان حدث مانع من الصلاة منع من التعظيم والتوقير في المسجد، انتهى. وقال: مسافرين لا يجدون ماء. هذه دلالة أيضا على المسألة دخلت في حيز الضرورة. وذلك عطاء قيل له: يمر؟ قال: يمر. وهذا كله مع أن عطاء التلميذ من؟ ابن عباس. ابن عباس يرى أن الجنوب يقرأ القرآن، ما أدري هو يقول بأنه يدخل المسجد أم لا، استبعده. لكن عطاء يقول: يمر، نعم يمر، لكنه لا يمكث في المسجد. ولذلك قال: الا ان يضطر الى ايش؟ الى ذلك. يبقى في اضطرار. اما في الحديث الاخير عبد الرزاق الثوري قال: لا يمر الجنوب في المسجد حتى لا يمر الا ان لا يجد بد. شوف، قال: لا يمر حتى المر، لا
إلا لا يجد بدا فيتيمم. وهذه فيها دلالة على النظر في مسألة التخفيف. وهذه تؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع امرأته فأجنب فلم يغتسل فضرب على الحائط أو تيمم ونام لم يمس ماء. وهذا حديث كان فيه كلام لكن حسنه كثير من العلماء. ولذلك يقول إبراهيم قال اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا، ليس لك أن تقرأ. وادخل المسجد على كل حال ما لم تكن جنبا، يعني أنت ممنوع من دخول المسجد تعظيما للمسجد. والحائض من باب أول، الحائض من باب أول. حضرتك شيخنا لا تقول من الجنوب لو توضى له أنا باسمه. لا لا ما أقول ذلك. شيخنا الأثار التي وردت عن الصحابة أنا أذكر أنها صحيحة. كنت عايز أذكر من علي أو غيري تمثل بها إحنا بهذه المسألة يعني. لكن أنا أذكر والله أنها صحيحة فعلا، بس أنا مش أنا أذكر أنها ضعيفة. ائتنا بها ونشوف التوجيه يكون كيف. ائتنا بها وهذا وثبت عرس المنقش وننظر في التوجيه. لو في أسئلة تفضلوا. لا، القاعة التي يصلى فيها ليست مسجدا، ممكن أصلا يدخل الناس فيها. هو سيد الخلد ده الفاسد مقدم أقل من المصانع. إن كانوا سيقولون بالأولى فالأولى فالأولى لهم أن يحتفلوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. شوف فز. المعسكة أفضل للمولين. بقى طبعا بعثته هي أهم شيء. فشمس أشرق. شوف كلام رصين والله. ها؟ نفس اليوم. لا كلام رصين. نفس الحديث. بالضبط بالضبط. كلام رصين. مش هم لا هيتعبوا من طلبة العلم الذين يؤصلون. هيتعبوا جدا. الحمد لله شكرا لله. الفوائد حاضر حاضر. أفضل التفسير التفسير بالمأثور. طبعا المأثور مأثور على النبي أو الصحابة، لأن الصحابة عندهم الأثر عن السلم وعندهم اللغة. ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. جاء العبور استثناء والمستثنى لا يقاس عليه إلا إذا تمكنت العلم. اقتران القراءة بالمقوس في المسجد بجامع، ما الجامع؟ تعظيم. ممتاز ممتاز. التعظيم ولذلك قال لا تقرأ وأنت جنوب ولا تمكس في المسجد وأنت إيش جنوب. المسألة دائرة على التعظيم. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.